الأهلي يتعادل مع سيراميكا كليوباترا 1-1 في الدقيقة 87. كابتن شريف، مباراة صعبة وخطفنا في هدف الشوط الثاني عكس سير المباراة ونجحنا في التعادل 1-1، ولكن فقدنا نقطتين غريتين مرة أخرى. ما زلنا في نزيف النقاط الضايعة يعني. بس ده ليه سبب. من أول هاف تايم للمباراة اللي قبل كده للمباراة اللي قبلها. اللعيبة عارف تحس كده ان اللعيبة ساعات بتمر علينا وقت كده احنا بره التفكير جوه الجيم يعني. اللعيبة بتلعب على اساس ان كل لعيب جنبه يقدر يشيل الحكاية. يعني هديك مثل اكتر مش ممكن كل الفرقة كده ايمن. يعني زمان احنا كنا في 2-3 في الفرقة يعني متوسطين الحاله البدنيه، راجعين من اصابات، حاجات كده. ما الفرقه كلها بتبحث عن منقذ، بتبحث عن لعيب سريع قوي، عن لعيب حريف قوي عنده الحل، عن لعيب عنده حل من الحلول. الراجل اللي بيستلم الكره من نص الملعب قبل ما بيبص ويشوف ما فيش حد بيساعده، ما فيش اي نوع من التحركات لجوه انه يلعب حتى الريسك اللي بيلعبه ده يبقى خطر. انت لو شفت او جاب لنا في الهايلايت هتلاقيها بتنزل عند عامر أي. هتلاقيها من نصيب الديفندر بتوع سيراميك. هتلاقي الكره الثانيه لما بتترد انت صف واحد واقف على ال 18 والباقي كله بيستلم، بيلعبوك 5-4-1 بيستلموا هم الكره الثانيه على طول. أي. فانت بتحاول تبحث تجيبها ثاني عشان تبتكر الابتكار. حتى عندك المنافذ او الشكل اللي انت تقدر تاخده من اليمين وتقدر ناقص شكل بعيد جدا. ايه السبب؟ لا ما النهارده انت بتعتمد على محمد هاني وعلي معلول، ها دول ساعات بيبقوا حاله انقاذ. في علي معلول مش قادر خلاص، محمود وحيد راجل هيلعب ديفندر ولا هيهاجم ولا مش هو الحكايه دي. مش الميكانيزم يعني، هو ما بيلعبلوش كمان 3-4-3 النهارده، ها فيقدر يبقى قريب شويه من نص الملعب هنا ويقدر بخطوتين يبقى هنا وخطوتين يبقى هنا. لا ما عندكش تغيير الطريقه، جت على اساس ان صانع اللعب بتاعك بيلعب ديفندر كمان النهارده. يعني بيلعب في نص الملعب جنب حمدي فتحي. حمدي فتحي النهارده لو تتفرج عليه في راجل بيلعب فوق طاقته، مش قادر يمشي بدنيا. بدنيا هو راجل اصلا راجل وقف ومكسوف يقول انا متعور. ده لاعب اضطراري. ده لاعب اضطراري مظبوط. وشايف هو شايف وحاسس، شايف وحاسس بجميع اللاعبين. يعني لما احنا مش هنتكلم عن اللاعبين، لا دي حاله عامه، دي حالة عامة. هديك المثل الصغير من غير ما ندي الأسباب لنفسنا. محمد عبد المنعم بيجي له ضمة، دي الإصابات دي، وده صغير في السن. الإصابات دي إجهاد عام يعني. الإصابات دي ما بتجيش لحد كده، والكرة اللي جات له فيها ما كانش فيه حاجة، ده هو حس فجأة إن العضلة شدت منه. أيمن أشرف لازم يبقى في حد جنبه عشان أعرف اعمل الموازنه. أيوة. امتى اهجم، امتى العب كره طويله، امتى دافع. الفرقه الثانيه زي ما كلنا اتكلمنا في لافتاين بتقولك اكسبني. مظبوط. فانت بتقول ده هجموا علينا وتجرأوا علينا، لان انت خلاص انت مش موجود ولا هيبتك موجوده ولا تنظيم. فاكر علي انت في لافتاين بتقولي لازم انظم الملعب من جوه. صح. مهما كان ادائي انا مش منظم ملعبي. انا ما عنديش طرف يمين وطرف شمال وسنتر فيرود وتحتيه هاف رايت من هنا وهاف ليفت من هنا، الراجل جاي قفشه بقى ها بينحي. لا احنا بنلعب زي مكسيوني كده، الكره تجيله مش عارف يعمل بيها ايه، مش عارف بيدور على واحد يديها له تاني، مش بيدور انه يخترق زي بيرتساو ما عمل. ده في اول ثانيه في الشوط الثاني بيرتساو نزل وعنده الحميه وعنده الرغبه، كان هيجيب جول اللي شطب يمينه دي هارد لك اللي راحت فوق. هو ده طريقة اللعب، هو ده شكل اللعب اللي لازم يبقى موجود. انت نازل تلعب بتدي الامكانيات اللي عندك 50% بقى 60 كل الكرة اللي عندك. احنا في لعيبة واقفة في الملعب مش قادرة تعمل اي حاجة خالص، بتدور على اللعيب اول ما تجيله الكرة يا بيأخر الكرة ما بيديهاش لزميله بسرعة، يا متأخر بدنيا مش قادر يفتح سبرنت فول سبرنت يعمل يعدي الفريق التاني او يعدي الديفندر اللي جنبه. فانت تقدر تلعبها له من ورا الباك، مش هو مش قادر يديك الفرصه انك انت تمسح له المساحات دي. فانت عندك تاخر كتير قوي، تنظيم في الفريق كويس قوي، لعيبه بعيده خالص عن الشكل. مش ده شكل البطل اللي احنا متعودين عليه، ان حتى واحنا وحشين احنا زنقين قوي فرقه او ماسكينهم ضاغطين عليهم
ما احنا ياما لعبنا ماتشات ما بيخرجوش الفرقه اللي بتلعبنا من 18 وبنتعادل. بس شكلنا ايه؟ احنا اللي بنهاجم واحنا احنا اللي بنخفق في ان احنا نجيب الجوال، احنا اللي حظنا وحش، احنا الكره بتيجي في العارضه، احنا الفرقه الثانيه بتطفش كره على طول، بيضيعوا وقت، جول يطلع نجم المباراه زي الرجاء كده قعدت ربع ساعه يضيع لك الوقت. في حاجات بتستنفذك في انما انت الليدنج، انت اللي بتقرر، انت ليك التحكم في المباراه. ما ينفعش كمان كره واحده تيجي لفرقه سيراميكا الراجل التاني الراجل اللي هو المفروض يطرد داخل الشكل اللي دخل فيه والفار طبعا ما جابش اللقطه تاني وما اعرفش ايه، ما بتكلمش على التحكيم يعني، بس برضو من احد الناس اللي هي عملت كوره جت جول. ها ده كان في تهور جامد جدا، ده لازم هنتكلم عليه بقى، كابتن ناصر يتكلم على اللعبه دي. فدي كوره وحيده بتتلعب صح دي منها جول. عدم المصداقيه ان انت ممكن تخش فيه الجول بيخلي الكره تخش فيه الجول، عدم التغطيه السليمه بيخلي الكره دي، عدم الحاله البدنيه الاساسيه انك انت مهما كان بتقف على حيلك، كل الفرق في العالم واقف على حيلها. ايوه الديفندر بيعمل شغله يا ايمن، نص الملعب بيعمل شغله. ايوه كابتن الحاله التنظيميه اللي بقولك عليها، الفيرويد بينزل مستني الفرصه ان الهاف يشوفه، بس في احد اللاعبين قصه ان هم بيخشوا ويخرجوا مش عارفين هيلعبوا اساسي ولا هيلعبوا احتياطي، مش عارفين هم النهارده في الجيم، طب انا هنزل في شكل. لازم تقعد مع اللعيبه، ثلاث لعيبه مع بعض، ثلاث لعيبه مع بعض، تتكلم معاهم في الشكل والمهام والتكتكس. لازم الوقت يديلك الاسبوع ده، لازم تعمل تكتكس في الاجناب. صح، بس انت قلت كلمه كابتن، لازم يبقى في شكل هويه للاعب عاملها في دماغه، مطلوبه منه ويسمع الكلام. بس انت قلت مش بيلعب، انا كلاعب مش بيلعب لعبته كده وخلاص. انا يعني كلاعب لما يحتاجني المدرب لازم اكون جاهز، ده في خاصه في النادي الاهلي والانديه الكبيره. بالظبط، لا ده خلاص احنا محترفين، ده انت بتتعامل محترف هنا في في النادي الاهلي. أيوة. فلازم تقعد ولازم تتكلم، ومهمه كبيره قوي على الجهاز الفني. المهمه كبيره جدا عليهم ان هم ازاي يرجعوا الثقه للعيبه دي تاني، واللعيبه دي تقدر تلعب الكره بتاعتهم. أيوة. وازاي بقى عندي فارق سرعه بيني وبين الفرق اللي قدام. ما بتكلمش على وفاء سطيف ولا بتكلم على اي حاجه. أيوة. ده في اي حاجه جايه. ايوه. فالى ان حاله الاجهاد دي تروح، الى ان يقعدوا مع اللعيبه ويفهموهم واجباتهم شكلهم ايه، ازاي يرجعوا الفرقه دي تاني تعظيم، بنعظم الفرقه تاني بشكلها ازاي. ده دي مسؤوليه مش سهله، مسؤوليه اللعيبه بره الملعب كمان. لازم تبات وتعيش وتحلم بالاسبوع ده اللي جاي ده، كوره بس عندنا، كوره بس عندنا. بيقول ايه؟ مش رده فعل، راجعين ندي الكوره اللي الناس عارفاها مننا. المعسكرات المغلقه الطويله تفرق شويه؟ يمكن بعد رمضان تفرق. في رمضان بتبقى صعبه. قدامك يومين رمضان، عندك ثلاث اربع ايام بعد في العيد، كله هيروح يعيد وهيرجع. عندك الظروف لازم تواكب الظروف، ظروف ثانيه. ظروف ان انت محتاج انك انت على الاقل تعدي ماتش وفاء سطيف ده بنتيجه كويسه، وتبقى الحكايه نفسيا بالنسبه للعيب. انا لعيب كان نفسيا دلوقتي عايز احس ان انا بروح اجيب جول. خمس ماتشات ولا اربع ماتشات اللاين فيرود بتاعي ما بيجيبش جول. اللي بيجيب محمد عبد المنعم من ورا، حسين الشحات الاحتياطي اللي نزل كويس، انما ولا فيرود ولا اي حد جاب جول لحد دلوقتي من الخمسه اللي قدام دول. لذلك ده انا بتفرج معاك بقول لك يعني مادي قفشه الوحيد اللي عنده كوره يقدر يروح يجيب بيها جول بيلعب. اخر حاجه شفته له في الملعب كان بيلعب ديفندر النهارده. فرغم الغيابات رغم كل ده لازم اللعيبه تقعد مع نفسها كمان. صح. والجهاز يقعد معاها، ما فيش حاجه ثانيه، لان مش هم دول بتوع شهر فاتوا، لا مش هم دول، مش هم دول بتوع كاس عالم الانديه، مش هم دول. مظبوط.